تراجع وابتعد فإن حور سيمجدني. تراجع وابتعد. اتولد على أرض مصر أعظم جيش عرفه العالم، وكتب أعظم ملاحم عسكرية على أكبر معابد مصر القديمة. كل علامة من علامات الكتابة الهيروغليفية هي عبارة عن مدد إلهي بالنسبة لأجداد. وهنا لقينا أول لوحة حكت لنا عن حكاية توحيد الأرضين. اعتقد المصري القديم في وجود قوة مقدسة حامية ليها أشكال وصور مختلفة، صورها في شكل كائنات حية. لغتنا القديمة مع هدى عبد العزيز، الخميس 8:00 مساء على قناة مصر الأولى.